فقرتنا الأخيرة لليوم عن أول منصة إلكترونية في سوريا للحصول على جميع خدمات التأمين. الحديث مع عن هذا الموضوع معنا الدكتور رامي خوري، طبيب أسنان وماجستير إدارة أعمال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتور. صباح أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية خلينا نحكي عن التطبيق وكيف فيهم يستفيدوا منه كل شرائح المجتمع. اليوم هالتطبيق اجى هو حاجة. اليوم بتطور الخدمات التأمينية هو خيار أفضل لكل حدا بيحتاج لخدمة التأمين. طبعا كل مواطن هو بحاجة لأي خدمة تأمين، كان تأمين سيارة، تأمين صحي، تأمين سفر. من خلال هاي المنصة هو متاح انه يقدر الشخص يطلع على كل مضمون التغطيات التأمينية لكل أنواع الوثائق، بيقدر يقدم طلبات تأمين، يعبي الملف كامل، يعني كأنه هو عم يروح يزور شركة التأمين بمكتبه، بس من خلال هذا التطبيق هو قاعد ببيته بيقدر يقدم طلب التأمين للشركة اللي هو بحب انه يحصل عليها الخدمة. في بعض شركات نحن عم نقدر نصدر من خلال التطبيق، يعني هو بيعبي المعلومات تبع الخدمة التأمينية اللي هو بده اياها، ومن خلالها بيتم الإصدار، يعني بتجهز الوثيقة التأمينية وبتوصل لعنده جاهزة محل ما هو موجود على بيته بطريقة كتير سلسة ولطيفة. أكيد. خلينا نحكي مين هي الشرائح المستهدفة من المنصة الإلكترونية اليوم. هلأ بالظروف الحالية نحن طبعا مشروعنا هلأ عمره تقريبا بحدود السنة ونص تقريبا، ولكن هلأ بالظروف الحالية هو مستهدف كل الشرائح، لأنه اليوم المطلوب مننا بالوضع الحالي بوجود جائحة كورونا والمطلوب التباعد، مطلوب أقل حد من الحركة، فهو بيستهدف الكل. من خلال هذا التطبيق ما عاد بحاجة الشخص أنه يطلع من بيته. اليوم اللي بده يعمل تأمين إلزامي لسيارته ما أنه مضطر يروح يوقف ويطلع من بيت ويروح على مكتب لحتى يعمل التأمين الإلزامي ويعمل الأوراق ويوقف بهالعجقة، لازم ببيته. فنحن من خلال التطبيق هو بيعبي الملف، بيعبي كل المعلومات كاملة، ونحن بنجيب له وثيقة التأمين بتوصل لعنده. سابقا بصراحة نحن كنا الكترونيا لا بتجي بعد لسه، لأنه لتوصله الكترونيا وتكون معتمدة بتتطلب مجموعة مؤشرات، من ضمنها مثلا التوقيع الإلكتروني اللي لسه ما تفعل. تمام. فنحن لتكون في مصداقية بالوثيقة اللي نحن بدنا نقدمها، نحن عم نوصله إياها نسخة ورقية مطبوعة جاهزة منقدم له إياها. فاليوم هي مستهدفة لكل الشرائح. لأن اليوم أول شيء بالتأمين السيارات كلياتنا بحاجة لتأمين إلزامي للسيارات. صحيح. الشريحة الثانية بتجي التأمين الصحي، اللي هي كمان شريحة كبيرة الناس بتطلب التأمين الصحي خصوصا بالظروف الحالية. فمن خلال هذا التطبيق نحن بيقدر يقدم ويطلع، يعني هي الميزة انه بيقدر يطلع على التغطيات، بيعرف حاله شو الخدمة اللي بده ياخدها وشو التغطية اللي هو بده ياخدها، بيقراها وبيطلع عليها وبيقدم الطلب، وبيطلع له طبعا القيمة المتوجبة عليه بالسداد. يعني هو اخذ المعلومات كاملة، اخذ التغطية، قدم الطلب، اخذ التغطية، عرف شو القيمة المالية، هون صار القرار هو عنده. فهو كأنه راح عمل جولي على 13 شركة تأمين من خلال هذا التطبيق. تمام. دكتور رامي خلينا نحكي، يمكن كثير من التسهيلات لتأمين حياة الناس والمواطنين، ولكن خلينا نحكي مين هن الناس المستثنيين من التأمين. هلا طبعا حسب كل خدمة تأمينية، بس نحن اليوم بالمبدأ العام التأمين ما بيستثني حدا. أوكي. ما بيقول انا ما بدي أمن لحدا، حتى طبعاً. لو هو مثلا ما عنده شغل، ما عنده طبعا شيء، كل واحد كل خلينا نقول كل فئه في لها منتج تاميني بناسبها، كل فئه مجتمعيه لها منتج تاميني بناسبها حسب هل الخدمه التامينيه. يعني اليوم بالتامين الصحي بيقدر يحصل المواطن على وثيقه تامين صحي بتبلش من خدمه ضمن المشفى لخدمه شامله تكون للاجراءات الخارجيه، تكون للمخابر، تكون لزيارات الأطباء. فهي تبنى حسب شو إمكانيته، إذا بدنا نقول شو إمكانية المواطن، شو الشخص حابب، الزبون لنحكي اليوم شو هو حابب يدفع، بلاقي خدمة تأمينية. في الخدمة التأمينية الوحيدة اللي ما فيها كتير خيارات أو خيارات فيها ثابتة هي التأمين الإلزامي للمركبات، اللي هو محدد بقانون واضح بالتغطيات وبالقيمة. باقي أنواع التأمين هي بتعتمد حسب كل شروط شخص، من ناحية عمره، إذا عم نحكي تأمين صحي ولا تأمين حياة، من ناحية عمره، من ناحية وضعه الصحي، حسب هالمؤشرات هاي بنسميها نحن مؤشرات اكتتابية.
تمام. من خلالها بتم تحديد التغطية اللي بنقدر نقدم له إياها. بس نقول في حدا ما بيحصل على تأمين؟ لا الكل في له تأمين وكل بيحصل على تأمين. أكيد. يلي حابب يستفسر أكثر عن هالمنصة الإلكترونية كيف ممكن يتواصل معكم؟ نحن اليوم التطبيق موجود على أسواق التطبيقات على الجوجل بلاي والأبل ستور باسم خوري للوساطة التأمينية أو KIB، وموجود كموقع الكتروني www.khoriinsurance.com، وطبعا ضمنهم موجود آلية الاتصال كأرقام اتصال أو كبريد الكتروني بيقدروا يحكوا معنا. ونحن خدمتنا 24/24 7/7 لأنه بالتأمين ما في نطرة. يعني اليوم ممنوع أنا أقله للزبون أنه نحن بدنا لبكرة لنجاوبك أو لنفكر، لأنه التأمين هو حاجة ماسة. تمام. فالتجاوب معه هو بالسرعة، هو ضرورة وبالسرعة أكيد. تمام. لأنه نحن عم يعطينا ثقته، الزبون عم يعطينا ثقته بهالورقة. نحن عم نحط كل التزاماتنا على ورقة مطبوعة وهو عم يوثق فينا. فنحن بدنا نحافظ على الثقة وبدنا نكون نقدر وضعه ونجاوبه بالتوقيت اللي هو بفضله. أكيد. خلينا لكن بس نذكر بأنواع التأمين عندك شو هي. اليوم في عنا تأمين صحي بكل تفرعاته، تأمين للأفراد، تأمين للعائلات، تأمين للمجموعات، عندنا تأمين حياة كمان نفس الشيء، تأمين أفراد، تأمين مجموعات، تأمين مركبات، في تأمين مركبات الشامل، السيارات التغطية الشاملة، والتأمين الإلزامي. نحن عم نعمل الخدمة من خلال بيبعثوا لنا الطلب ونحن بنقدم لهم اياه من خلال مكاتب الاتحاد. في تأمين الحريق على الممتلكات، على البيوت، على العيادات، على المكاتب، على كل تأمين الحريق والسرقة. في تأمين المسؤولية المهنية، في تأمين هلأ مبلشين في تأمين القروض الصغيرة اللي هلأ كمان رح ينطلق قريبا كمشروع وجهت الحكومة بأنه يصير في تقديم قروض صغيرة للمواطنين، فمن خلاله نحن بنعمل تغطية في حال تعذر السداد على المواطن، رح يكون في وثيقة تأمين بتحميه وبتسدد عنه. فهي مجموعة الخدمات التأمينية. تأمين أسنان، بما أنه حضرتك دكتور أسنان كمان تأمين أسنان أغلى من السيارة بدي يصلح حالة. دكتور عمي، خلينا بالختام نحكي لكل حدا هلأ حابب يستفسر وين فيه يفوت وكيف فيه يدخل الابليكيشن أو ينزل التطبيقات الابليكيشن على الموبايل، وهي بتصير لكل الموبايلات للكل وباللغتين هو العربي والإنجليزي. أول شيء بنتمنى من الكل، اليوم التأمين هو حاجة أساسية ما حدا يفكر، لأنه شو ما كان المبلغ اللي عم يندفع هو أقل بكتير بكتير من لا سمح الله الخدمة أو الخطر الممكن يتعرض له الشخص. شو ما كان الخطر هو أعلى بأضعاف، فما حدا يفكر، فورا لازم تبلشوا تأمنوا، تبلشوا تفكروا بالتأمين. وما ضروري، يعني من خلال التطبيق بتقدر تعرف كل المعلومات، التغطية والكلفة. التطبيق موجود بعيد على أسواق التطبيقات على جوجل بلاي باسم خوري للوساطة التأمينية باللغة العربية، وكمختصر KIB أو خوري إنشورانس بروكر باللغة الإنجليزية. على الأبل ستور موجود خوري إنشورانس بروكر وKIB كمان كمختصر لإله. كموقع إلكتروني www.khoriinsurance.com. أكيد. تمام. أوكي. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، واكيد بنتمنى لك التوفيق. شكرا لكم، نتمنى الصحه للجميع، نتمنى كمان نتمنى الامان للجميع. وهل وثائق التامين هي الامان وتقدم الامان للكل ان شاء الله. اكيد. ونحن اليوم عم نضوي على انه التسهيلات يلي عم يعملوها كل العالم لحتى يضلوا ببيتهم وكل شيء بيوصل على البيت. تمام. لحتى تحمي حالك وتحمي عائلتك من فيروس كورونا. شكرا كثير لك دكتور عمي. شكرا لكم. شكرا لكم.